عليه السلام وتحت شعار الحسين والقرآن صنوان لا يفترقان، أقيم في مدينة الكوت محفل قرآني بهذه المناسبة السنوية وبحضور قراء القرآن الحاصلين على مراتب عالمية لإحياء ليلة العاشر من المحرم الحرام ذكرى استشهاد سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام. نحن هنا حضرنا في هذا الجامع الأكبر حيث تقام في كل سنة بمناسبة استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وآل بيته الطيبين الطاهرين، أقيم دعوة القرآن. فأهل البيت سلام الله عليهم امتداد للرسول عليه الصلاة والسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. القرآن هو دستور الإسلام، القرآن هو الحكم العدل، هو تعليم للأجيال، لأن القرآن أمانة في أعناقنا، والمسلمين هم دعاة خير، مفاتيح للخير، مغاليق للشر. فمن خلال هذه المناسبة المباركة، فأحسن أفضل شيء هو بالاحتفالية بهذه المناسبة هو القرآن الكريم، لأنهم هم أهل القرآن. والإمام الحسين عندما ذهب للإصلاح وضع القرآن على رأسه، وأراد من الذين يخالفونه، الذين يستحبون الدنيا يفضلون الدنيا على الآخرة، جاءهم بالقرآن لأنه الحكم العدل. فهذا المجلس المبارك مجلس القرآن الكريم للأمانة في أعناقنا، نعلم أبناءنا وأحفادنا من خلال حفظه وإقامة الحدود. شعار الحسين والقرآن صنوان لا يفترقان، بحضور ومشاركة نخبة طيبة من قراء العراق وكذلك من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. هذا إنما يدل على الارتباط الحقيقي والوثيق بين الإمام الحسين عليه السلام وبين القرآن الكريم، وهذه مبادرة طيبة من رابطة القرآنين في واسط بمؤسساتها وكذلك أساتذتها، أن يهدى هذا المحفل القرآني المبارك لهذه السنة المباركة على روح والدته التي وفاه لأجل قبل 15 يوم. شكرا لهم على هذه المبادرة وجزاهم الله خير الجزاء المحسنين على هذا العطاء. السلام على الحسين وعليكم وعلى المشاهدين الكرام الذين يشاهدوننا على قنوات عديدة وعلى قنوات العراقية. أنا سيد مصطفى حسيني من إيران الإسلامية وقارئ القرآن. الحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله الذي وفقنا بتوفيق تلاوة القرآن وبتوفيق مشاركة في حفلات القرآنية في المحافل القرآنية. والليلة يعني ليلة العاشوراء نحن شاركنا في هذا المحفل الجميل، والحمد لله كلش حلو، واستفدنا من تلاوات وقرأنا تلونا القرآن، والحمد لله على نعمة القرآن.